صوتهم طيبين. يعني الموضوع النهارده ضخم شويه ومحتاج تركزوا شويه معايا بعد اذنكم. هبتدي معاكم كده بحاجه بسيطه. ان انا لما بعمل توسينج لكوين مثلا تو تايمز، عايز اعمل عمليه توسينج، انا برجع معاكم من النقطه ماينس واحد، فالناس تبقى جايه معايا كده ومركزه عشان الموضوع اللي انا بقوله مهم وهيبقى عليه ويت كويس. اما انا اقول لحضرتك اكوين بيعمل لها توسينج تو تايمز، يعني عايز احذفها مرتين، فانتوا المفروض ان انتوا فهمتوا الكلام ده وانا بقوله تاني. ان الكوين في المره الاولانيه بتطلع هيد او تيل، حضرتك بتطلع هيد او تيل بتمسكها تحذفها تاني، يعني المطلوب تحذفها مرتين، فدي تطلع لحضرتك هيد او تيل. في المره الثانيه هيطلع هيد او تيل برضو، وهنا في المره الثانيه برضو هيطلع هيد او تيل. فيبقى ساعتها الحاجات اللي ممكن تطلع لحضرتك او السامبل سبيس بتاعتك عباره عن ان انت بتاخد الاتش دي مع الاتش دي، يبقى ده اول اليمنت، ان في المرتين طلع هيد، او تاخد الهيد مع التي، او تاخد التي مع الاتش، او تاخد التي مع التي. ودي تبقى مناسبه كويسه ان انا برجع اراجع معاكم سريعا الجزء الاولاني. هو ده كان الجزء الاولاني، ان انت بتعمل توسنج للكوين مرتين، فبيحصل حاجه بالمنظر ده. حضرتك بتطلع حاجه اسمها السامبل سبيس اللي هي جميع النواتج الممكنه، وتبقى انت فاهم كويس ان اتش تي غير تي اتش. اتش تي معناها ان الكوين في المره الاولانيه طلعت هيد، وفي المره الثانيه تيل، هنا حاجه ثانيه. دي معناها ان في المره الاولانيه تيل والمره الثانيه اتش، فما تاخدش بظواهر الامور ان اتش تي هي تي اتش والعمليه تمشي، لا، دي ليها معنى ودي ليها معنى، والاثنين لازم يتكتبوا، كل واحد ليه وزنه في المساله. دول طلعوا اربع عناصر، الاربع عناصر دول بيظهروا لما حضرتك بترمي كوين مرتين. المرحله التاليه اللي احنا درسناها بقى ان انا اقول لك هات لي احتمال حاجه. هات لي احتمال ايه مثلا؟ هات لي احتمال ان انا يطلع لي تو هيدز، يعني انا عايز اتنين هيد يطلعوا في المرتين اللي رميتهم، يطلع اتنين هيد. فحضرتك ما قدامكش غير الاحتمال الاولاني ده بس، الاتش اتش. فيبقى الاحتماليه بتاعته عباره عن واحد على عدد العناصر الكل اللي هو اربعه. في فرق ما بين العناصر والاحتمال، في فرق كبير. لما انا اقول لك الدفعه بتاعتك 60 طالب، دي كده العناصر كلها انت راصصها 60 واحد. لما اقول لك في 20 واحد شاطرين، يبقى احتماليه النجاح 20 على 60، بتقسم ال 20 واحد الحلوين دول على العدد الكلي بتاع الدفعه، يبقى ساعتها انت جبت احتمال. في فرق ما بين ان انت ترص العناصر وما بين ان انت تجيب احتمال حاجه معينه. انا هنا رصيت الحاجات اللي ممكن تطلع لما احذف اتنين كوين، اما هنا جبت احتمال حاجه بعينها، عايز احتمال ان يطلع لي اتنين هيد، فشفت فين الحاجات اللي فيها هيد مرتين، ما طلعليش غير العنصر ده، فقسمته على عدد العناصر كلها، فكانت النتيجه واحد على اربعه. طبعا لما بيكون العمليه فيس تو فيس الـ 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 الامور بتبقى مختلفه خالص، وكنت انت هتشتغل معايا وانا هساعدك، انما بالمراسله كده حاجات، موضوع زي اللي انا بشرحه النهارده، اتمنى ان انا اوصل لكم منه جزء كبير، لان لو وصلته يبقى ده انا هعتبره اعجاز بصراحه. يعني يا ريت تقولوا لي، يا ريت تبلغوني انتوا فهمتوا المحاضره دي ولا لا، عشان اطمن، لان من اصعب الحاجات اللي انا هقولها النهارده اللي هي اشرحها لك وانا مش باصص لك، او ان انت مش متابع معايا وانا عمال ارمي لك فيديو كده وخلاص. فاتمنى ان الناس تبلغني الدنيا مشيت ازاي في المحاضره دي، لان المحاضره مهمه جدا. يعني انا كده، ده كل الكلام ده كلام قديم لسه، انا ما دخلتش في حاجه جديده. طيب تعالى ننتقل للمرحله التاليه، وانت اتنقلت لها قبل كده. انا عايز احذف بقى كوين 3 تايمز، ده كلام قديم انت اخدته وانا براجع معاك دلوقتي سريعا. عايز احذف بقى كوين 3 مرات، فهتعمل حاجه شبيهه بالشجره اللي احنا عملناها دي، ويطلع بقى السامبل سبيس شكله عامل ازاي، المفروض اتعرضته للكلام ده، فيطلع اتش اتش اتش، كل واحده ليها 3 مساقط بقى، اتش اتش تي، اتش تي اتش، اتش تي تي، والفرع الثاني بقى بتاع الشجره تي اتش اتش، وتي اتش تي، وتي تي اتش، وتلات تي، هتطلع 8 حاجات معاك. كل واحده من دول انت المفروض فاهم معناها. يعني مثلا العنصر ده اقصد بيه ايه؟ اقصد بيه ان مرتين طلع لي هيد ومرتين. العنصر ده ظاهريا كده شبهه، انما معناه بالنسبه لي كبني ادم مختلف تماما. ده معناه ان في المره الاولانيه والثالثه طلع هيد، وفي النص طلع تيل،
وهكذا بقى. هنا في الثلاث مرات طلع هد، هنا في الثلاث مرات طلع طيل، وهكذا يطلع 8 عناصر. انا كده رصيت العناصر، انا عملت اكسبيرمنت، والاكسبيرمنت دي طلعت لي نواتج. ما هي نواتج التجربه اللي انت عملتها؟ ان انت تحذف الكوين 3 مرات، ادي النواتج الـ8 عناصر اللي موجودين قدام حضرتك. طيب عايز بقى اجيب احتمال حاجه بقى، يبقى انا دي اطلبها منك، اقول لك هات لي احتمال ان انا يطلع لي تو هيدز اونلي، مثلا عايز يطلع لي 2 هيد بس، الحاجات اللي طلع فيها اتشتين من الاخر. فتيجي مثلا البتاع اللي انا معلم عليها دي تمشي، البتاع اللي جنبها تمشي، فيها اتشتين، دي ما فيهاش، دي فيها اتشتين، دي فيها اتش واحد، دي واحد، دي خلاص هم دول بس. طب دول كام عنصر؟ 3. يبقى الاحتمال بتاع حدوثهم 3 على عدد العناصر الكل اللي ده كده مفهوم الاحتمال. مفهوم الاحتمال ان انت بيبقى عندك عدد عناصر كلي وحاجة انت عايزها، بتقسم الاتنين على بعض يطلع لك احتمال. عدد عناصر رابعة مدني 450 طالب، اللي بيذاكروا 50 طالب، يبقى احتمال النجاح 50 على 450. اظن شيء منطقي، محدش يقدر يجادلني فيه، انا معاكم. وطبعا انا يعني مش رابع اتصالات، يعني مش شرط انتوا، يعني مش بتكلم حاجه شخصيه، انا بتكلم ان كلمه احتمال معناها ان انت بتقسم عدد عناصر معين على عدد العناصر الكلي، في فرق ما بين الاثنين. وبالمناسبه يعني الاحتمال اللي انت بتجيبه ده مش حاجه يعني اكيد تحصل، يعني انا لما اقول لك 450 واحد هم دفعه اولى مدني و50 واحد اللي بيذاكروا، فيبقى الاحتمال 50 على 450، مش كده؟ هل الاحتمال ده هو ده اللي هيحصل فعلا، ولا ممكن ناس تنجح اكتر؟ ممكن طبعا، ده ممكن الدفعه كلها تنجح، بس ده ساعتها هيبقى لاسباب خاصه. انما ك ك ك كشغل اكاديمي وكاحتمالات، الاحتمال بيكون 50 على 450، الحبه اللي ذاكروا يتقسموا على العدد الكلي، يبقى هو ده احتمال النجاح. في واحد بقى بيحبك، واحد بيساعدك، انت جبت في اخر لحظه في الامتحان حصلت ظروف خاصه، برشامه ماشيه يمين، حاجه طالعه فوق، مدرج سايب، مش اي حاجه بقى من المعامله، من العوامل المؤثره الخارجيه ممكن تزود نسبه النجاح. انما انا بكلمك في الظروف المثاليه هيكون نسبه النجاح 50 على 450، وهكذا. انت في اي مساله بتجيب عدد العناصر الكلي وتجيب الحاجة اللي انت عايزها وتقسم الاتنين على بعض يطلع لك ما يدعى الاحتمال او البروبابيلتي، تمام كده؟ طيب تعالوا بقى نتطور شوية. انت كده عشان تجيب احتمال اي حاجة لازم تقعد تشغل دماغك كتير، والدماغ مش موجودة عند كل الناس، صح؟ يعني انت مثلا لو واحد مش متخصص في الرياضة ومحتاج حاجة في الرياضة تساعدك، هل لازم انت تعرف التفاصيل دي كلها عشان توصل للحاجة اللي انت طالبها؟ لا. ازاي؟ تعالوا كده بالقدرات العقلية، احنا المسألة دي حذفنا الكوين 3 مرات، والمسألة اللي قبلها حذفنا الكوين 2 مرات، فكان قدراتنا العقلية بتجيب. تخيل بقى ان انا اقول لك عايز احذف الكوين 50 مرة. احذف الكوين 50 مرة، انتوا متخيلين السامبل سبيس ده عشان تجيبه هيبقى شكله عامل ازاي؟ يعني اول عنصر هنا لو انا حذفت 50 مرة، اول عنصر هنا هيبقى ايه؟ ايوه اللي انتوا بتقولوه للاسف، اتش 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 50 مرة، واللي وراها اتش 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 49 مرة، وفي الاخر تي، وهكذا تقعد تشكل على ما تخلص كتابة العناصر دي تكون اتوفيت بقى، يعني حصل لك كده سكتة قلبية ولا بتاع، ده انت حادف 50 مرة، ده انت المرتين والتلاتة وبتتلخبط فيهم، ما بالك ان انا احذف كوين 50 مرة، ده انا مش هعرف اكتب السامبل سبيس اصلا. ما بالك بقى اقول لك هات لي احتمال ان يطلع لي الهيد 2 مرات، هات لي احتمال، انت اصلا السامبل سبيس مش عارف تكتبها، هتجيب احتمالات ازاي؟ يبقى ساعتها يعجز العقل البشري، مش قادر انا ساعتها ان انا اكتب السامبل سبيس وتبقى نظريه الاحتمالات اللي احنا شغالين بيها دي مانيوالي، ما تنفعش، يعني ما ينفعش بدماغنا كده نقعد بالمنافله كده نقول ايه اول عنصر كذا وتاني عنصر كذا، لا ده في الحاجات البسيطه السيمبل زي دي. طب انا اقول لكم حاجه تانية،
انتوا بتلعبوا طاولة، واحنا اتعلمنا لما بنحدف الزهر زهرين بنلعب طاولة وبنحدف زهرين مع بعض. فتعلمنا لما بيطلع عناصر ايه هي. تمام، الناس اللي بتذاكرت بتقول واحد واحد، اتنين تلاتة، خمسة خمسة، اربعة تلاتة، 36 حاجة ممكن يطلعوا، صح؟ ده لو حذفنا زهرين. طيب لو انا جيت قلت لك بقى عايز احذف 10 زهر مع بعض، زهرين جابوا لي 36 عنصر. تخيل ان انت بقى بتحذف 10 زهر مع بعض، هل تقدر تكتب لي السامبل سبيس بتاعتك؟ مستحيل. ساعتها في استحالة بقى. يبقى لما المطلوب يكبر، حكاية بقى ان انا اقعد اشتغل بايدي كده بقى واحدة واحدة، ده كلام مستحيل ومش هيقدر يجيب لي اي احتمالات في الدنيا. فابتدى يظهر ناس محترمة، وعلى فكرة اللي انا هقول لكم عليه ده هوريكم تطبيقه على الكمبيوتر دلوقتي، هقول لكم ازاي تقدروا تستخدموه وعلى حاجات سهلة، وازاي ان انت كمهندس ممكن تستخدمه دلوقتي حالا. ادوني بس تركيزكم. طيب في ناس محترمة ولاد حلال كده بقى عرفوا المأساة اللي انا بقولها دي، فعملوا ايه؟ عملوا دوال مسبقة التجهيز، دالة اسمها دالة احتمالات. انا بقول لكم هنا في الورق هي بيطلق عليها special distributions او توزيعات خاصة. دي بتعمل ايه من الاخر؟ يعني بتديك دوال، الدوال دي تقدر تعوض فيها تجيب الاحتمالات اللي انت عايزها من غير ما تشغل دماغك، من غير ما تتعب في التفكير. بمعنى في واحد عمل توزيع اسمه توزيع الباينوميال او اللي هو بتاع نظرية ذات الحدين. يعني الباينوميال ديستريبيوشن ده ببساطة كده، بصوا بقى، اداني حاجة مسبقة التجهيز، قال اي احتمالات انت عايزها عبارة عن المنظر اللي انا هكتبه ده تقدر تجيبها من هذا القانون. طبعا انت تبص على القانون ده يجي لك سكتة قلبية، ما انت مش فاهم ايه الان والسي والاكس وايه الاتنين اللي فوق بعض دول، ايه البلاوي السودة دي يعني. انا هفهمك، اصبر علي. القانون ده هو قانون دالة في اكس وبيجيب لك احتمالات اي حاجة، تقول له عايز احتمال ان يطلع لي 3 هيد، تروح انت جاي حاطط هنا الاكس ب3 يطلع لك الاحتمال. تقول له عايز احتمال ان يطلع لي 6 تيم، تروح جاي حاطط هنا الاكس ب2 يطلع لك الاحتمال اللي انت عايزه. تخيلوا بقى، ولا بقى تقعد تكتب سامبل سبيس ولا جداول ولا مش عارف ايه ولا اي حاجه، ده انت مباشره كده بدماغك بيديك داله، الداله دي تعوض فيها بالحاجه اللي انت عايزها يطلع لك الاحتمال المطلوب. معايا؟ طيب نفصل بقى البلاوي دي. البلاوي دي حاجات بسيطه جدا جدا يعني. اولا ما هو الان؟ ده رقم واحد. الان ده بيدي لحضرتك او اختصار لعدد الرميات، number of tossing. بمعنى لو انت عايز تحذف الكوين مرتين يبقى الان ب2، عايز تحذف الكوين 10 مرات يبقى الان ب10، عايز تحذف 10 زهر يبقى الان ب10، عايز تحذف الزهر 3 مرات يبقى الان ب3. يبقى الاكسبيرمنت اللي انت بتعملها بتكررها كم مره، هو ده الان بتاعي. يبقى ببساطه كده انا كاتب لكم بالعربي هو، لان انا ما يهمنيش التفاصيل ان انت تحفظ، انا بس يهمني ان انت تبقى فاهم الان دي بتعني ايه. فانت كده فاهم ان الان بتعني عدد الرميات اللي موجوده عندي. طيب معلومه تانية، ما هي السي اللي انا كاتبها دي؟ السي دي اللي هي بيطلق عليها التوافيق لو فاكرينها، يعني اللي هي الكومباينيشنز، اللي هي يعني ايه كنتوا بتكتبوها زمان نون قاف ره مش عارف ولا ايه، او ان سي ار. من الاخر يعني انت الكالكليتر هتلاقي، انا بس مش قدامي كالكليتر دلوقتي، الكالكليتر بتاع حضرتك ببص لكم عليه مش لاقيه والله، ابوريكم، هتلاقي فيه زرار اللي هو مكان علامه تساوي. يعني اول ما بتدوس على زرار السي ده اللي هو التوافيق، من الاخر يعني بيروح عامل لك مربع كده والسي ومربع كده. السي دي دالة التوافيق، بتحتاج ان انت تكتب رقم قبلها ورقم بعدها. فلو انت عارف الرقم اللي قبلها بتكتب 5، مربع الرقم اللي بعدها بتكتب 3، تقول له يساوي، هو بيحسب لك النتيجة. هو عمل ايه؟ هو في الاخر دي كان ليها قانون اللي هي مضروب الخمسة على مضروب التلاتة في مضروب الاتنين. هتقولوا لي مش فاهمين يعني ايه الفاكتوريال، الفاكتوريال الخمسة اللي هو 5 × 4 × 3 × 2 × 1، فحوار. فانت مالكش دعوة، وانت راجل في رابعة وراجل مدني موقر، هتقعد تسألني اسئلة هتنرفزني، فمالوش لازمة. خلاص انا بقول لك الكالكليتر، كالكليتر اهو جاهز،
في داله سي اسمها التوافيق، هتدوس عليها هتكتب الرقم اللي قبل الرقم اللي بعد، هيطلع لك نتيجه زيها زي الساين والكوساين وغيرها، داله من ضمن الدوال. يبقى كده انتم متفقين معايا ان الان ما فيهاش مشكله والسي هتيجي بالكالكليتر. في اعتراض لغايه دلوقتي؟ طيب الحمد لله. ناتي بقى للحاجه السحريه. اول حاجه اللي هتعمل ازمه مع المعادن اهي، هي دي البي. ما هي البي؟ يا رب لو فهمتوا البي هتلاقوا الدنيا خلصت. ادي جزء خلص، هو الدرس ده او الجزء اللي انا عايز اشرحه ده مكون من ثلاث اجزاء. افهموا لي بس الاولانيه، الثانيه هتعدي بسرعه، الثالثه تعب حاجه بسيطه. اولا البي ما هي؟ البي دي انا هكتب لك كده ببساطه ومش عارف هتفهموها على طول ولا لا، احتمال الرميه الواحده من الاخر يعني. البروبابيلتي اوف سنجل توس، بمعنى هو انا لما اقعد اتناقش معاكم كده واقول لكم عايز احذف الكوين 30 مره، عايز احذف الكوين 30 مره، الهيد ممكن تطلع كم مره؟ الملك ممكن يطلع كم مره؟ ممكن واحد يقول لي هيطلع في ال 30 مره، واحد يقول لي لا ممكن يطلع 29 مره، ممكن يطلع 28 مره، ممكن يطلع مره واحده، ممكن ما يطلعش ولا مره، صح؟ يبقى انا لما احذف كوين 30 مره الهيد هتتراوح القيم بتاعتها من 0 ل 30، صح؟ اقول تاني، لما انت تخش امتحان في 10 اسئله وانا بدور على اجاباتك الصح، ايه اللي ممكن يحصل؟ ممكن حضرتك تجاوب 10 اسئله صح، او 9 اسئله صح، او 8 اسئله صح، او سؤال واحد صح، او ولا سؤال. يبقى النجاح بتاعك او اجاباتك الصح هتتراوح ما بين 0 و10. اظن كده فهمتوا. يبقى الحاجه المطلوبه دايما جوه النطاق بتاعي بتتراوح من كام لكام هنعرف. عايز احذف ظهر 60 مرة، رقم 5 هيطلع كم مرة؟ أنا حذفت الظهر 60 مرة وبدور على الرقم 5، ممكن رقم 5 يطلع 60 مرة، وممكن يطلع 59 مرة، وممكن 58 مرة، وممكن يطلع مرتين، وممكن يطلع مرة، وممكن يطلع زيرو. يبقى ظهور الرقم 5 هيتراوح ما بين كام وكام؟ ظهوره من زيرو ل 60. ما تقوليش احتمال، انا مش بجيب احتمالات، انا بقولك ممكن يظهر كم مره. هتقولي بيتراوح ظهوره ما بين 0 و 60 حسب عدد الرميات، صح؟ يبقى بنبتدي بعدم الظهور وننتهي ان هو ظهر في 60 مره، وهكذا بقى. انا قلت لكم كذا مثال اهو. البي بقى ما بتتعاملش مع الموضوع زي ما انا بتعامل معاه، البي بتجرد الموضوع في المره الواحده بس. يعني ايه؟ يعني تعالوا المثال اللي انا لسه، انا هقول لكم الامثله اللي انا قلتها واحد واحد ونمشي معاه. انت هتحذف الكوين 70 مره وبتدور على ظهور الهيد، فاحنا اتفقنا بقى خلاص ممكن الهيد تظهر في ال 70 مره، ممكن تظهر في 50 مره، ممكن تظهر 30 مره، ممكن ما تظهرش خالص، صح؟ بس انت بقى لما بتيجي تحسب البي مش بتبص في ال 70 مره، انت بتبص في المرة الواحدة بس. ايه الاحتمال؟ بمعنى في كل مرة بترمي فيها الكوين بيطلع لك ايه؟ هيد او تيل، صح؟ ده في كل رمية لوحدها بيطلع لك هيد او تيل. ما هي احتمالية الهيد وما هي احتمالية التيل؟ 50% و50%، صح؟ يبقى البي، ما هو الهيد ده عنصر من وسط عنصرين يبقى احتماله 50%، البي دي بقى هي ال 50% بتاعت الهيد دي. اقول تاني، راحت منكم وانا عارف. لما يكون عندي برمي الكوين 70 مره وبدور على الهيد، فانا لو قاعد كده ومش في دماغي اقول ايه؟ ممكن الهيد يطلع 70 مره، وممكن يطلع 60 مره، وممكن يطلع مره واحده، وممكن يطلع صفر، كل ده انا معاكم. بس انت لما بتيجي تحسب البي بقى مش بتبص على ال 70 مره وال 60 مره وال 50 مره، انت بتبص على ايه؟ على المره الواحده. تجرد المساله اكنك حذفت الكوين مره واحده. لما تحذف الكوين انسى بقى المساله، انسى ال 70 مره. انت لما بتحذف الكوين مره واحده بيطلع لك ايه؟ اسال نفسك السؤال ده، هيد او تيل، صح؟
احتمال الهيد ده قد ايه؟ 50%، يبقى هو ده البي. اول تاني، انت ذاكرت نص المنهج، انت كبني ادم ذاكرت نص المنهج، يبقى احتمالية نجاحك هتكون 50%، صح؟ طيب انت لو دخلت الامتحان 20 مرة، ممكن حظك يطلع حلو وتنجح في 20 مرة، صح؟ وممكن حظك وحش والظروف كانت مقرفة وما نجحتش ولا مرة، وممكن تنجح 5 مرات، وممكن تنجح 6 مرات، وممكن أي حاجة ما بينهم، صح؟ يبقى النجاح بتاعك هيتراوح ما بين 0 و20، إن أنت ما تنجحش ولا مرة، أو إن أنت تنجح في 20 مرة، أو أي حاجة ما بينهم، صح؟ طيب أنت بقى أنسى حكاية 20 مرة دي، كل امتحان هتخشه وأنت مذاكر نصه احتمالية نجاحك هتكون 50%. هتتغير النسبة دي؟ لا، لأن أنت مش مذاكر غير 50%، هي دي البي اللي أنا أقصدها. يبقى البي دي كل مرة أنا بخش فيها الامتحان، كل مرة احتمالية النجاح بتكون كام؟ 50%. ليه؟ عشان أنا ما ذاكرتش غير نص المنهج. كل مرة بخش حظي حلو وربنا رزقني، أنا بعدي في كل مادة. دخلت الامتحان لقيت اشكال وحشه ومش عارف، كنت متوتر وبطني وجعاني، بقى سقطت في كل المواد، دي حاجه تانية، مش بتكلم انا على دي. انا بتكلم ان انا بنظره مجرده كل مره بخش الامتحان، طالما انا مذاكر نصه، طالما مذاكر نص المنهج، يبقى احتماليه النجاح بتاعتي هتكون 50%. اقول تاني، انا هفضل اعيد وازيد اهو لغايه ما تفهم. لو انت معاك ظهر والظهر ده حدفته 50 مرة، وانت بتدور على رقم 5 هيظهر كم مرة، كل مرة ترمي تشوف رقم 5 هيظهر ولا مش هيظهر، وانت حدفته 50 مرة، ايه اللي ممكن يحصل؟ انا مش بجيب احتمالات، انا بتناقش معاكم ايه اللي ممكن يحصل. ممكن رقم 5 ده يظهر 50 مرة، في ال 50 رمية اللي رميتهم طلع 5. ممكن رقم 5 يطلع 49 مرة، 48 مرة، 47 مرة بس، 46 مرة بس، طلع مرة واحدة، ما طلعش ولا مرة، صح؟ يبقى ظهور الرقم 5 هيتراوح ما بين 0 و50. حصل؟ تمام، أنا حاسس إن أنتوا فهمتوا. طب عشان تجيب البي بقى هتعمل إيه؟ هتبص في ال50 مرة؟ لا، هتبص في إيه؟ إن أنا برمي الظهر مرة واحدة، مرة واحدة. افتكر دايماً لما أنت بترمي الظهر مرة واحدة، الأرقام اللي بتطلع لك 1 2 3 4 5 6، صح؟ ما هو احتمال الخمسة؟ احتمال بقى المرة دي أنا بطلب احتمال الخمسة، الخمسة ده عنصر واحد، يبقى احتماليته 1 على عدد العناصر الكلي، يبقى احتمالية ظهور الخمسة في المرة الواحدة 1 على 6، صح؟ هو ده البي. يبقى البي دي بتعبر عن الاحتمالية بتاعت المرة الواحدة، والكلام ده هيظهر في الأمثلة دلوقتي. اكمل بس معاكم بقى النقطة دي، انا شرحت لكم ايه هي الان اللي هي عدد الرميات، والسي دي حاجة بتيجي بالكالكليتور، البي احتمال المرة الواحدة، في معلومة اكتبها لك كده على جنب، ان بي زائد كيو بيساوي 1، فلو انت عارف البي هتعرف تجيب الكيو، لان البي بيقولوا عليه احتمال النجاح، والكيو بيقولوا عليه احتمال الفشل، فاحتمال النجاح والفشل مع بعض بيكون دايما 100%، يعني عدد الناجحين 60%، يبقى اكيد عدد الفاشلين 40%، ده شيء منطقي. فانت جاست بتعرف البي هتعرف تجيب الكيو، بدل ما اقعد اصدعك. الاكس بقى دي، الاكس دي الحاجه اللي بتطلب منك. تقول لي عايز احتمال ان الخمسه تظهر لي مرتين، تحط الاكس ب2، عايز احتمال الثلاثه تحط الاكس ب3، يبقى الاكس دي هي الحاجه اللي بتطلب منك في المساله زي ما انا حواليك. المهم ان انت بتحفظ شكل القانون ده وبتعوض فيه، بيطلع لك اي احتمالات من غير ما تشغل دماغك، بس طبعا لازم تبقى فاهم البارامترز اللي موجوده في القانون ده بتعبر عن ايه، زي ما انا حواليك دلوقتي. يلا بينا نشتغل على طول في مساله كده اهو. بيقول لي ان اكسبيرمنت of tossing a coin 6 times، اهو يبقى انا اول معلومه طلعتها ايه؟ ان انا هحذف الكوين كم مره؟ 6 مرات. يبقى انا معلش كده على جنب كده، انا عرفت كده معلومه ان الان بتساوي 6، طالما انا هكرر التجربه 6 مرات. طيب هنا بيقول لي لا، ما هو لازم يقول لي الاكس دي عباره عن ايه بقى؟ انا بدرس ايه في المساله؟ لازم يتقال لي let x be a random variable representing the number of hits. يبقى الحاجه اللي انا بدور عليها هي ايه؟ اهي الهيدز،
هي دي اللي انا بدور عليها. طيب انا بقى طالما بدور على قال لي الاكس هي بتعبر عن الهدات، طيب انا بقى على جنب كده، انا كده عرفت ان الاكس هتكون بزيرو او واحد او اتنين او تلاتة او اربعة او خمسة او ستة. عرفت منين؟ لان انا عرفت ان الاكس بتعبر عن عدد الاتشات، وانا هحذف الكوين 6 مرات. فممكن يحصل ايه؟ ممكن الهيد ما تطلعش ولا مرة، ممكن تطلع مرة واحدة، ممكن تطلع مرتين، اقصى حاجة ان هي تطلع 6 مرات. يبقى انا كده عرفت القيم بتاعت الاكس ولا لا من المعلومة اللي هو قالها لي في المسألة دي. كل معلومة بيقولها لي بترجمها على طول. كويس. المطلوب determine the probability that there will be 3 heads. عايز احتمالية ان انا يطلع لي 3 هدات. انا ببساطة بقى مش هقعد اشغل دماغي، انا عايز بس حضراتكم هنا تقولوا لي البي هتطلع بكام. نرجع بقى نفكر، احنا حذفنا كوين 6 مرات صح؟ اه. طب احنا بندور على ايه؟ على الهيد. طب اجيب البي ازاي؟ انسى ال6 مرات وتخيل ان انا بحذف الكوين مرة واحدة. الكوين لما بحذفها مرة واحدة يطلع هيد او تيل، احتمالية الهيد اللي انا عايزه 50%، يبقى البي ب 50%. خلاص كده تمام. اروح جاي بقى قاتب القانون اللي انا حافظه اللي كان بيقول اف اكس بتساوي ان سي اكس يبقى 6 سي اكس، بي اس اكس يبقى نص اس اكس، الكيو طبعا البي بنص يبقى اكيد الكيو بنص لان احنا قلنا ان مجموعهم لازم يكون بواحد، يبقى كيو اللي هي نص، اس ان ناقص اكس يبقى 6 ناقص اكس. ادي القانون بعد التعديل وبعد البارامترز اللي انا كاتبها. ما المطلوب في المساله؟ بيقول لي هات لي احتمال ان الهيد يطلع 3 مرات. كل اللي انا اعمله احط الاكس ب3 بس، يبقى 6 سي 3، 1 على 6 اس 3 سوري 1 على 2، وهنا 1 على 2 اس 6 ناقص 3 ب3 برضه. مش عايزك تحسب لي النتيجه كام، انا سيبها كده هتاخد الدرجه كامله. بس المهم انت عوضت ازاي، هو ده اللي يهمني، هي دي التفاصيل اللي تهمني. انت جبت البي ازاي وجبت الكيو ازاي وعرفت الرينج بتاع الاكس ازاي وحددت الان بكام، هو ده اللي يهمني، انما حسابات دي كلام فارغ. طيب مطلوب حاجه تانية، مطلوب هنا بيقول لي هات لي probability at least one hit. طيب طبعا هو لو طلب مني ان انا يطلع لي هدتين اروح حاطط الاكس ب2، لو طلع لي هدايه واحده احط الاكس ب1، وهكذا. انتوا فاهمين؟ طيب لما يقول لي بقى كلمه at least one hit يعني ايه؟ يعني ايه الجمله دي؟ يعني مش عايز اغلس عليكم مره واحده، انا هقول لك حاجه، هقول لك مطلوب تاني، هقول لك greater than 4 heads. ابتدي معاك واحدة واحدة بس. يعني عايز احتمالية ان انا يطلع لي اكتر من 4 هيد. طبعا لما انا اقول لك probability اكتر من 4 هيد اكني بقول لك الاكس اكبر من 4. ما هي الاكس دي اللي هي الهيدات. فما اقول لك اكتر من 4 هيدات يبقى انا عايز احتمالية الاكس اكتر من 4. يبقى انت ما قدامكش غير احتمالية الخمسة واحتمالية الستة. ان تطلع 5 مرات او 6 مرات وتجمعهم على بعض طبعا، لان الاتنين يمشوا. يبقى كل اللي هتعمله هتعوض مره في القانون ده عن الاكس ب5 ومره تعوض عن الاكس ب6 وتشوف لي النتيجه هنا بكام. ده كلام فارغ. انما المطلوب بقى اللي انا طالبه في المساله هو ده اللي مهم، ان انا اقول لحضرتك كده at least one hit. هو انت عرفت في المساله ان الاكس بتتراوح القيم بتاعتها من 0 ل 6، ده اتفقنا عليه في اول المساله. لما انا اقول لك كلمه at least دي معناها ايه؟ هو انت لما والدك يقول لك على الاقل تجيب لي 50%، لما يقول لك الكلمه دي يبقى انت لو جبت 50% هيبقى مرضي ولا لا؟ اه، ما يقدرش يتكلم معاك. طب لو جبت 51 52 53 هيبقى تمام ولا لا؟ اه، لان هو قال لك على الاقل 50. يبقى ال 50 وما يتجاوزها تمشي معاك ولا لا؟ انما لو رحت جبت له 49 مش هيرضى. يبقى لما انا اقول لك كلمه على الاقل يبقى انت تقبل بالحاجه القليله او اللي اعلى منها. فلما انا اقول لك at least one head معناها ايه؟ يبقى يا هيد يا اكتر، يبقى يا هيد يمشي او اكتر. يعني من الاخر اكس اكبر من او تساوي 1، من الاخر يعني.
وطالما قلت لك اكبر من او تساوي الواحد، يبقى احتمال الواحد معايا، واحتمال الاتنين معايا، واحتمال التلاتة معايا، هتجمع بقى كل دول، واحتمال الاربعة، واحتمال الخمسة، واحتمال الستة. يبقى انت ترجع في القانون بتاعك، مرة تعوض الاكس بواحد، ومرة عن الاكس باتنين، ومرة عن الاكس بتلاتة واربعة وخمسة وستة، وتجمع. انا مش عايزك تجمع طبعا، انت بس هتعوض وتسيبهم لي. ده لو انت شغال من غير ما تفكر. طب لو انت فكرت، انت عارف وانا قلت لك ان اي احتمالات في الدنيا مجموعها بواحد ولا لا؟ طب انت كده اخدت الاحتمالات من اول الواحد لغايه سته، من اول الواحد لغايه سته، ايه اللي بتفضل؟ الزيرو. مش احنا عارفين ان مجموع الاحتمالات من الزيرو لغايه السته بواحد؟ يعني لو عوضت عن الاكس بزيرو وواحد واثنين وثلاثه واربعه وخمسه، يعني انا من الاخر كده لو حبيت اعمل جدول حطيت فيه الاكس بزيرو وواحد واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وسته، وكتبت هنا الاحتمالات، عوضت مره عن الاكس بزيرو وواحد واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وسته، وجمعت الاحتمالات دي كلها، مش مجموعها هيطلع بواحد؟ ما احنا اتفقنا على كده. طب انت دلوقتي عملت ايه هنا؟ انت عوضت من اول الواحد لغايه سته، اخدت الحته دي كلها. يبقى انت ممكن تقول لي ايه؟ واحد ناقص اللي متفضل. يعني بدل ما تقعد تعوض بالارقام دي كلها، ممكن لو انت ذكي تقول لي الكلام ده بيساوي واحد ناقص احتماليه الصفر. يبقى انت جاست هتعوض بالزيرو، ده لو انت بتفكر. اما لو انت عايز تشغلها بالمانيوالي كده، يبقى انت عرفت اكبر من او يساوي الواحد، يبقى احتمال الواحد والاثنين والثلاثة والاربعة والخمسة والستة. بالمناسبة، من ضمن الحاجات المهمة قوي والجميلة قوي في التوزيع اللي احنا بنتكلم عليه ده بتاع الباينوميال، ان اكتشفوا حاجة. انتوا فاكرين الاي اكس كنتوا بتجيبوها في الجداول ازاي؟ تقعدوا تضربوا كل اكس في الاحتمال بتاعها ونقعد نجمع، صح؟ لا، اكتشفوا ان هي دايما بتساوي الان في البي. يعني في المساله اللي احنا لسه حلينها كنا حذفنا الكوين ست مرات، صح؟ يعني الان بسته، كانت الان عندنا بسته، والبي كان احتمال الهيد في المره الواحده طلعنا بنص احنا. يبقى الاكسبكتيشن المفروض تساوي سته في نص، يعني ثلاثة. من الاخر كده، لو انت كنت جيت هنا عملت لي الجدول ده وعوضت عن الاكس بزيرو وواحد واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وسته زي زمان بقى، وقعدنا نعوض في الداله اللي عندي دي، الداله اللي احنا شغالين عليها، عوضنا عن الاكس مره بزيرو ومره واحد ومره اثنين ومره، وقعدنا عملنا جدول، وبعدين جينا في الجدول ده قلنا نحسب الاي اكس، وقعدت تضرب كل اكس في الاحتمال بتاعها وتجمع، النتيجه في الاخر هتطلع ثلاثه. نفس اللي انا كاتبه لك هنا بالظبط. ده مش بس كده، ده اقول لكم مفاجاه كمان. يلا بالمره بقى، الفاريانس كنتوا بتجيبوه ازاي؟ كنتوا بتجيبوا الاي اكس والاي اكس تربيع ونقعد نطرحها من بعض وحوار، صح؟ الجديد اهو ان في بي في كيو، الفاريانس دايما بيساوي ان في بي في كيو. من الاخر يعني، من الاخر انا بنقل العمليه من مرحله تشغيل الدماغ لمرحلة مجموعة من القوانين اللي أقدر أشتغل بها على طول لو أنا مش متخصص، وطالما نقلتها قوانين يبقى تنفع تتبرمج، وعشان هي تنفع تتبرمج لو حضرتك فتحت الوورد، أنا مش هقول لك برنامج متخصص، لو أنت فتحت الوورد عندك في الأوفيس هتلاقي في فوق Edit Equation، ومن ضمن الإيكويشنز هتلاقي حاجة اسمها الباينوميال ديستريبيوشن. أول ما بتفتحه بيفتح لك مربعين بيطلب منك معلومتين فقط لا غير. بيطلب منك الإن بكام والبي بكام. دول أنت بتجيبهم بدماغك. لازم تشغل دماغك فيهم حسب التجربة اللي أنت شغال فيها. ويقول لك عايزني أحط الإكس بكام يا حبيبي؟ تروح أنت حاطط اللي أنت عايزه، يطلع لك النتيجة لوحده. هو حافظ الدالة وبيعوض لوحده وبيعمل كل اللي أنت بتشتغل. عايز أقول لكم مسألة كمان عشان تبقى العملية كده تمام. أهو let x be a random variable representing the number of threes. يبقى أنا بتكلم على ظهر، والظهر ده هحذفه
وهحذفه كم مرة هيقول لي اهو توسنج افير داي توست 10 تايمز، يبقى انا حذفت الظهر 10 مرات، وبدور على الرقم 3، يبقى الاكس دي بتعبر عن التلاتات. يبقى انا لما اجي اترجم الكلام ده اترجمه ازاي؟ انتوا هتقولوا لي بقى، انا حذفت الظهر 10 مرات يبقى الان ب10، ده لا جدال، والاكس بتعبر عن التلاتات. التلاتة ممكن تظهر كم مرة؟ ممكن ما تظهرش، ممكن تظهر مرة، ممكن تظهر مرتين، ممكن 3 مرات، ممكن تظهر في 10 مرات. يبقى دايما الاكس دي بتعبر عن ظهور الرقم 3 من اول الزيرو لغاية اقصى حاجة 10 مرات. طب البي بكام؟ ابتدي بقى اجرد المسألة، انسى حكاية ال10 مرات، واشوف في المرة الواحدة، في المرة الواحدة اللي برمي فيها الظهر ايه الحاجات اللي بتطلع؟ 1 2 3 4 5 6، صح؟ احتمالية ظهور الرقم 3 1 على 6، يبقى البي بتاعتي 1 على 6. يبقى البي دايما بنجيبها ازاي؟ بننسى حكاية احنا بنعمل التجربة كم مرة، وبنتخيل ان احنا بنعمل التجربة مرة واحدة بس. الاحتمال ساعتها تشوفه وتقول لي كده بقى معاك قانون. القانون بيقول اهو، انت حافظه، 10 سي اكس 1 على 6 اس اكس، والكيو طبعا هتبقى 5 على 6 اس 10 ناقص اكس. بقى معاك قانونك، حط اللي انت عايزه. اطلب بقى اهو، يقول لك هات لي احتمال ان التلاته تطلع لي مره واحده، يبقى تحط الاكس بواحد. يقول لك هات لي احتمال ان التلاته تطلع لي 10 مرات، تحط الاكس ب10. كل ما يطلب منك مطلوب تحط هنا. هات لي احتمال ان التلاته تظهر على الاقل مره. احنا بقى عرفنا بقى كلمه على الاقل مره دي يعني ايه؟ يعني الاكس اكبر من او تساوي الواحد. يبقى انت هتعوض عن الاكس بواحد واثنين وثلاثه واربعه ولغايه العشره، او تبقى ذكي وتقول لي الكلام ده بيساوي واحد ناقص اللي متفضل. مين اللي متفضل؟ احنا عوضنا من اول الواحد لغايه العشره هنا زي ما انتوا شايفين، من الواحد للعشره. يبقى انا ايه اللي بتفضل لي؟ احتمال الصفر بس. يبقى تقول لي واحد ناقص احتمال الصفر، يبقى تعوض الصفر بس كده، يبقى انت تمام. طيب طلب مني في المسألة اكسبكتيشن اكس، اقعد اعمل جداول وحوار؟ لا، اقول له الاكسبكتيشن انا عارف ان هي الان في البي، فالان ب10 والبي بسدس، يبقى دي النتيجة. هات لي الفاريانس لو سمحت. انا عارف ان هو ان في بي في كيو، خلاص خلصت. يبقى انا لو دخلته على الوورد، وممكن بعد ما تخلص الازمة اللي احنا فيها دي اذا حبيتوا يعني تسألوني بعد ساعتها تقولوا لي ازاي بنعملها، اوريكوا واوريكوا ازاي هو بيطلع الفاريانس لوحده، وازاي بيطلع الاكسبكتيشن لوحده، ويطلع لك مجموعة من المعاملات التانية. ده لأي اكسبيرمنت انت بتعملها. انت داخل على مشروع فيه 50 فيلا، ونسبة الدمج او نسبة المستهلك في ماتيريال انت بتشتريها او في حاجة انت بتعملها، عارف ان هي ثابتة في كل فيلا من الفيلا، وعارف ان السامبل بتاعتك عبارة عن 50 فيلا، يبقى هتحط الان ب50. هتقدر تستنتج حاجات قد ايه من المعلومات اللي معاك دي؟ هتقدر تطلع قرارات قد ايه قبل ما تبتدي الشغل؟ تخيل انت لما تخش كده وانت واثق من نفسك، تقول له المشروع ده احتماليه النجاح كذا، ويطلع كلامك صح. كلامك صح عشان مش انت بترمي الودع ده، عشان انت اعتمدت على مبادئ علميه. ده الفرق ما بين اللي بيفهم واللي ما بيفهمش. اللي بيستخدم الحاجه اللي بياخدها في ان هي تخدم مصالحه، او اللي بياخدها كماده نظريه ليس لها معنى. انا لما اخد الاحصاء واستخدمها يبقى انا اتعلمت، انما لما اخد الاحصاء على هلا كده عشان الدرجات ومش عارف ايه وكده، يبقى انا درست، درستها، انما ما اتعلمتش حاجه. ال 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 لما تتخرجوا ويبقى عندكم اللي بيفرق ما بين واحد والتاني، زي ما انا قلت لكم المهارات بتاعت كل واحد عامله ازاي. انت ايه مهارات؟ انت مهندس؟ طب ما ده مهندس برضه، انت فرقت عنه في ايه يعني؟ ايه الفرق يعني؟ فانت مهاراتك ايه؟ بتفهم في ايه يا حبيبي غير تقدر تخدم بيه هندسه؟ يقول لي كده، هتلاقي نفسك محتاج ان انت يبقى عندك كتير من الخبرات في حاجات كتير عشان تقدر تطلع الطلعه الاولى. انا كده ده اسمه الباينوميال ديستريبيوشن، وده اول توزيع. في بقى وهنا في مساله ببصوا عليها برضو، هنزل لكم في الشيت مساله يعني تدربوا كده عليها. عايز اقول لكم ايه بقى؟ ان جه بعد الباينوميال دي، عشان الباينوميال القانون بتاعها غلس وتوافيق وبتاع، اكتشفوا ان لغايه الان ب 20
يعني انت لما تعمل التجربة لغاية 20 مرة العملية بتبقى زي الفل وبتمشي وبتطلع لك نتائج دقيقة. أول ما الإن تكتر عن ال20 العملية بتهيس شوية. يعني ما أنا أقول لك عايز أحذف كوير 50 مرة أستخدم الباينوميال هيطلع لي نواتج، بس النواتج بتبقى من فيها نسبة إيرور. فجه واحد فرنساوي محترم كده اسمه بواسون، عمل نظرية بقى خاصة بيه أو توزيع خاص بيه اسمه باينوميال ديستريبيوشن. عمل ايه بقى؟ هو عمل حاجه صغيره دي. قال الحته اللي اسمها الان في البي دي كلها على بعض انا هاخدها واسميها رمز تاني، سماها لامدا. قال حاصل ضرب الان في البي بتوع الباينوميال انا هسميهم لامدا. وابتدى يمسك الكلام ده ويعوض بيه في القانون بتاع الباينوميال. ولو ناس كانت جابت الكتاب قبل الاجازه هتلاقيني كاتب الاثبات كله. لو عايز تبص عليه يعني، لو عايز وانت مش هتبص ولا حاجه مش مهم، انا ما يهمنيش تبص في الاثبات كمدني بصراحه، انما انا يهمني حصل ايه بقى بعد ما عوض وعمل اثبات طويل وصل ان القانون بقى شكله كده. ده القانون الجديد بعد التعديل. اظن قانون شكله ظريف. انت طبعا مخضوض من بتاع اللي تحت دي، بس بتاع اللي تحت النقطه دي علامه التعجب دي اللي هي المضروب الفاكتوريال. وانا لسه قايل لكم لما اقول لك فاكتوريال 5 يعني 5 في 4 في 3 في 2 في 1، مش بتعرف؟ الكالكليتور بيعرف. الكالكليتور ممكن يعملها لك، دوس 5 فاكتوريال في علامه منقطه كده هيطلع لك النتيجه لوحده ونكش فيه. المهم ده اسمه المضروب. القوانين ده بقى او القانون العام ده شكله اسهل بكتير. طبعا الاي دي انتوا عارفين ان هي موجوده عندك في الكالكوليتر وده العدد الطبيعي. انا بس خايف ان انتوا يعني مش عارف احوالكم ايه في الرياضه، بقيتوا عاملين دي ازاي يعني انا حاسس ان انتوا خلاص. فالاي ده كان رقم ثابت ب 2.7 تقريبا وموجود عندك في الكالكوليتر الاكسبوننشال. اللامدا دي انت هتبقى عارفها من المساله. فالقانون بقى شكله مبسط جدا جدا جدا. وساعتها الاكسبكتيشن بتاع الاكس اللي كان بيساوي الان في البي هيبقى بيساوي لامدا، والفاريانس بتاع اكس هيساوي برضه لامدا زيه. اللي عايز يسال ليه بيسالني، انما انا مش هقول دلوقتي يعني ليه لامدا برضه. هتحفظها كده انت هتحفظ عادي. عايز تفهم ليه بيسالني. يبقى الاكسبكتيشن والفاريانس ساعتها هيساوي لامدا. هنا بقى القانون ده ليه مجموعه من الشروط. ايه هي؟ ومن الشروط الحلوه. الشرط الحلو الاولاني ان الاكس بتاعته بتساوي 0 1 2 3 لغايه ما لا نهايه. يعني ارمي زي ما انت عايز عدد رميات ما تفرقش معايا. المعلومه الثانيه المهمه ان لازم البي تكون صغيره جدا جدا، يعني الاحتماليه بتاعه الرميه الواحده تكون صغيره جدا جدا جدا. يعني انا مثلا ارجع لكم تاني، تعالوا نالف مثال. لو انا بدرس في رابعه مدني انا عارف ان في 450 واحد مثلا، يعني لما انا اقول لك في 70 واحد فيهم شطار ومذاكرين و100 100، يبقى الاحتماليه 70 على 450. دي كده نسبه كبيره ما تنفعش ان هي تكون البي بتاعتي. لازم البي الاحتماليه تكون نسبه صغيره جدا، زي ما انا هوريكم في المسائل اللي جايه دلوقتي. بصوا كده معايا. في مثال هنا كده اهو، المثال ده جميل جدا وانا مترجم لكم كلام عشان الناس اللي قالت لي عندها مشاكل في الترجمه اهو. If the probability that a person suffers bad reaction، يعني احتمال ان شخص واحد يحصل له آثار سيئة او رد فعل سيء from injection من الحقن of a given serum، يعني من الاخر ناس رايحة تتطعم ان شاء الله الفيروس الهباب اللي احنا فيه ده اخترعوا له مصل، فناس رايحة تتطعم ضد كورونا. أنا بقول لك احتمالية إن الشخص الواحد يحصل له آثار أو ردة فعل سيئة هي 1 من 100. الشخص الواحد، الشخص الواحد عرف إن هو ممكن يحصل له رد فعل سيء بنسبة 1 من 1000. فهنا بيسألني بقى، بيقول لي determine the out of 2000 persons. أنا مش هكمل، مش هشوفه عايز إيه، أنا هقف عند كلمة 2000. يبقى التطعيم ده هيتم لكام بني ادم؟ 2000 بني ادم. يبقى انا ارجع تاني، معلش بقى ارجع معاكم تاني. طالما هو قال لي انا هطعم 2000 بني ادم، يبقى انا هجري التجربه على كام واحد او كام مره؟
2000، يبقى انا عرفت ان الان بتاعتي ب 2000. حصل. الشخص الواحد في التطعيم الواحد المرة الواحدة احتمالية ان شخص يحصل له حاجة 1 من 1000، صح؟ يبقى دي البي. مش احنا كنا متفقين قبل كده ان البي دي بتاعت المرة الواحدة، الرمية الواحدة، الظهر الواحد، البني ادم الواحد. يبقى طالما قال لي الشخص الواحد يبقى انا عرفت على طول ان دي البي، واعرف اجيب الكيو كلها. وزي ما انتم شايفين البي صغيرة ولا لا؟ مظبوط. لو كانت اضخم من كده ما كانش هينفع. طبعا كده مباشرة اروح قايل له الان في البي ب2. لو ضربتوا الاثنين في بعض، الان في البي دي اللي هي اللمضة بتاعت بواسون. يبقى انت هترجع لقانون بواسون. كل ده انا بعمله من غير ما اشوف هو عايز ايه. قانون بواسون كان بيقول، احفظه، لامدا اس اكس يقص ناقص لامدا على فاكتوريال الاكس. انت عارف منه ايه دلوقتي؟ عارف منه اللامدا، البارامتر بتاعه. فتحط اللامدا ب2، يبقى 2 اس اكس يقص ناقص 2 على فاكتوريال اكس، وتبتدي بقى تشوف هو عايز ايه. عايز ايه طيب حضرتك؟ اهو عايز exactly 3 persons suffers bad reaction، عايز 3 اشخاص يحصل لهم حاجه. تروح انت راجع في القانون ده تعوض عن الاكس ب3. بس كده، بس كده. عايز ايه؟ عايز اكتر من شخصين يحصل لهم حاجه. اكتر من شخصين يعني اكس اكبر من 2. يبقى اكتر من شخصين يعني ايه؟ يعني 3 اشخاص، او احتمال الاربعه، او الخمسه، او ربنا يقويك لغايه 2000، او تكون ذكي وتقول لي 1 ناقص اللي متفضل. ايه اللي متفضل؟ ايه اللي متفضل؟ الزيرو، ان ولا واحد يحصل له حاجه، والواحد والاثنين، هم دول اللي متفضلين. يبقى انت الاول تكتب اللي مطلوب وبعدين تقول لي 1 ناقص. ما تكتبش دي على طول عشان هتغلط. لما انا اقول لك اكتر من شخصين يحصل لهم حاجه، يبقى انت هتبتدي من اول التلاتة. هتقول لي التلاتة والاربعة والخمسة والستة لغاية 2000. بعد كده تقول لي 1 ناقص. ايه بقى اللي بتفضل؟ الزيرو والواحد والاتنين بس. تروح معوض بيهم. تشكرين. يبقى انت كده هتيجي تكتب لي 1 ناقص، تعوض مرة على الاكس بزيرو، مرة على الاكس بواحد، وتسيبهم زي ما هم من غير ما تختصر حاجة. انا مش عايز اختصارات، انا عايز تعوض بس. اظن كده الكلام واضح. يبقى انت من معلومة صغيرة ان التطعيم بتاع كورونا ان شاء الله احتمالية ان الشخص يحصل له حاجة سخونية بتاع خيره 1 من 1000. يبقى انت تقدر تحدد ان شخصين هيحصل لهم حاجة، واحتمالية ان 3 اشخاص يحصل لهم حاجة، واحتمالية ان ولا شخص يحصل له حاجة، واحتمالية ان 2000 شخص يحصل لهم حاجة. هتطلع كل الاحتمالات اللي انت عايزها. تخيلوا كده، احنا كل حاجة بتحصل حوالينا ممكن نقيسها بالبروبابيليتي، كل حاجة، وتطلع نتائج بنسبة اكيوريسي، مش 100% اكيد كمان لله، انما بنسبه اكيرسي لما توصل معاك ل 80 و90% الناس تفتكرك ساحر وبتتوقع المستقبل. طيب في مساله تانية كانت موجوده في الكتاب، انا منزلها لكم في الشير، عايزكم تبصوا عليها ارجوكم. ممكن نحلها مع بعض دلوقتي. يعني انا عارف ان انتم مش كل الناس معاها كتاب، انما انا هقرا لكم المساله دلوقتي. كانت ظريفه قوي. في البواسون اهي، مسألة جميلة جدا اهي. بيقول لي the number of messages that arrive at switchboard per hour، يعني عدد الرسائل اللي بتوصل مثلا لشركة فودافون مثلا في الساعة، is قاسوها وعرفوا ان هي بتتبع توزيع بواسون. هم عرفوا ازاي؟ هم بيجوا كده يشوفوا بعد ساعة وصل كام رسالة في اليوم الأولاني وفي اليوم الثاني وفي اليوم الثالث، ويقعدوا يعملوا جدول ويرسموا كيرف ويطبقوا الكيرف ده بالكيرف بتاع بواسون. هو بواسون ليه كيرف؟ بس انا عشان مش قدامي سبوره ولا بتاعه، مش عايز اشغل دماغكم بتفاصيل كتير. ابتدوا لقوا الكيرف بتاع بواسون بيتبع التوزيع بتاع شركه فودافون، فبقت شركه فودافون عارفه معلومه ان التوزيع بتاعها بيتبع توزيع بواسون، وده اي بني ادم على الارض يقدر يعمله، مش لازم واحد فني. هو بلغني معلومه، قال لي ان عدد الرسائل اللي بتوصل في الساعة ليها توزيع بواسون، وقال لي ان المين بتاعه ب6. ارجع بقى انا معاكم بقى، معلش اقفل الكتاب كده معلش، وافتكر معاكم كلمة مين. يعني ايه؟ ما معناها؟ معناها متوسط، وانا قلت لكم الكلام ده قبل كده. والمتوسط يعني ايه؟
يعني الاي اكس، وده انا قلته قبل كده لو انتوا بتذاكروا يعني. يبقى كلمه مين هو يقصد بيها الاي اكس. طب انت مش عارف ان انا لسه قايل لكم من شويه في توزيع بواسون ان الاي اكس بتساوي لامدا؟ فطالما قال لي المين باتنين يبقى كانه بيقول اللامدا بتساوي اتنين، يبقى كل السطر اللي كان مكتوب ده كله، سوري سته، كل السطر اللي كان مكتوب قدامكم ده كان يقصد بيه ايه؟ ان انا اعرف ان اللامدا بسته. يطلب مني بقى اللي يطلبه، اللي يطلبه هعرف اجاوبه، لان انا جاست ان عرفت ان اللامدا بسته بقى معايا قانون بيقول اف اكس بيساوي 6 اس اكس اي اس ناقص 6 على فاكتوريال اكس. يطلب بقى اللي يطلبه. احتماليه ان ثلاث رسائل توصل احط الاكس بثلاثه. احتماليه ان الرساله واحده توصل في الساعه احط الاكس بواحد. تخيلوا انا جايب لكم من كل الدنيا اهو، هو طالب منك هنا اهو بيقول لي هات لي احتماليه ان اكزاكتلي تو مسجز ارايفز، يبقى انا هحط الاكس باتنين. احتماليه ان نو مسجز ارايفز يبقى احط الاكس بصفر. احتماليه ان ات ليست 3 مسجز ارايفز، ات ليست زي ما اتفقنا يبقى الاكس اكبر من او تساوي 3، يبقى هتاخد احتمال الاربعه والخمسه والسته والسبعه والثمانيه وانت ماشي، او تقول واحد ناقص زي ما اتعلمنا. يبقى احنا كده اتعلمنا التوزيع بتاع الاخ بواسون والتوزيع بتاع الحاج الباينوميال، دول توزيعين على السريع والاثنين موجودين قدام حضراتكم في الوورد والاكسل بتاع الاوفيس، مش برامج متخصصه تقدر تشوفهم على طول. في بقى حاجه تانية، قصه تانية عايز اكلمكم فيها برضو، وانا قلت لكم النهارده يوم تقيل شويه، ودي الحاجه الاخيره اللي هي اسمها النورمال ديستريبيوشن. المفروض ان انت برضو ده من ضمن مراجعاتنا، وانا زي ما قلت لكم هنزل لكم حاجه سريعه على الكلام ده. انت قدامك لاي متغير في الدنيا احتمالين، يا اما المتغير يكون بقيم 0 1 2 3 وساعتها انا بشتغل جداول، يا اما يقول لي الاكس بتنحصر ما بين 0 و 3. هل الكلام اللي تحت ده زي الكلام اللي فوق؟ لا طبعا. الكلام اللي فوق معناه ان الاكس بتاخد قيم فاينايت ليها بدايه ونهايه وارقام ثابته. اما ده معناه ان الاكس هتبقى ب 0 1 2 3 والارقام اللي ما بينهم كمان العشريه 1 و 22 من 100 و 1 و 33 من 1000 وغيرها. يبقى في عدد لا نهائي ما بين الزيرو والثلاثه. لما انا اكون بتكلم مثلا على درجاتك في الامتحان، فانت هتجيب ايه يعني؟ هتجيب 15 16 17. يبقى ده النوع الاولاني اللي هو بيطلق عليه ديسكريت. اما لو بتكلم على وزنك، وزنك ممكن يكون وزنك 75 كيلو، ممكن يكون 75.1، 75.22 وهكذا. يبقى ساعتها الوزن بتاعك هقول مثلا ان هو بيتراوح ما بين 75 و100، ده رينج واسع. في كام رقم ما بين ال 75 وال100؟ لا، عدد لا نهائي من الارقام، لان طالما دخلت العشر في الموضوع اصبح عندك عدد لا نهائي. فالنوع الثاني اللي زي الوزن ده بيطلق عليه الكونتينيوس، زي ما انتم المفروض اتعلمته في الجزء الاولاني. يبقى احنا كده عندنا نوعين من المتغيرات، عندنا نوع اسمه ديسكريت ونوع اسمه كونتينيوس. كويس. التوزيعات اللي انا قلتها لك من شويه دي كانت للفاريبل اللي اسمه ديسكريت، اما لو الفاريبل كونتينيوس فساعتها كنا بنلجا للتكامل. وافكركم كنتوا بتاخدوا دالة احتمالات اكس تربيع مثلا، والاكس من 0 ل 5 مثلا يعني. فكان يطلب منكم يقول لكم هاتوا لي احتمال الاكس ما بين مثلا الواحد والاربعه، تروحوا انتم ماسكين الداله دي مكملينها عاملين لها تكامل من اول الواحد لغايه الاربعه، كانكم جبتوا حته من الاحتمال بس. عايز احتمال الاكس اكبر من 2، يبقى انت هتقول لي اكامل الداله دي، بس هكملها من كام لكام؟ من اول الاثنين لغايه 5، ما انا ما بخرجش بره الرينج بتاعي ده. فهو بيقول لي عايز الاحتمال اللي اكتر من 2، فاقول له اه من 2 لغايه اخري الحيطه بتاعتي الخمسه. طب انا لو جبت احتمال من الزيرو للخمسه، يبقى همسك الداله اكملها من الزيرو للخمسه. انتوا عارفين انا عارف ان النتيجه هتطلع بواحد من غير ما احسبها،
ليه؟ لأن أنت كده هتجيب الاحتمالات الكلية من أول الزيرو لغاية الخمسة، وطالما جبت الاحتمالات الكلية احنا عارفين إن مجموع الاحتمالات بيساوي واحد، والتكامل زي المجموع بالظبط. إنما لو جبت حتة منها بقى زي اللي أنا عاملها ديت هيطلع نواتج مختلفة. كويس. من ضمن بقى الدوال المشهورة جدا اللي بتجيب لي احتمالات كتير جدا هو اللي أنا عايز أتكلم عليها دلوقتي، اللي هي خاصة بالجزء الأولاني، اللي هي يطلق عليها النورمال ديستريبيوشن. ويا ريت تركزوا معايا، دي اخترعها الراجل المحترم اللي اسمه جاوس، وبتسمى في بعض الاحيان جاوسيان ديستريبيوشن، نورمال ديستريبيوشن او جاوسيان ديستريبيوشن. طيب يعني هي ليها قصه كبيره كده، انا عايز بس امشي معاكم البدايه بتاعتها، نشوف لكم بس الكاميرا دي حكايتها. يعني مبادئ النورمال ديستريبيوشن ان الداله اللي هنتعامل معاها بيبقى شكلها عامل كده، واحد على جذر اتنين باي في حاجه اسمها سيجما، اي اس ناقص نص اكس ناقص ميو على سيجما اول سكوير. طبعا انا بس مش عايز اخضكم، انما النورمال ديستريبيوشن ده هتلاقوه اسهل واحد فيهم واكثرهم استخداما، بس انا بجيب لك قصته من بداية نشأته لغاية ما هقول لك انت هتعمل ايه في الاخر. ده كان بداية نشأته، وكان هنا الاكس بتاعتي بتتراوح ما بين سالب ما لا نهاية وما لا نهاية. هذا الكيرف فيه رقمين، حاجة اسمها سيجما وحاجة اسمها الميو. عايز اقول لكم ان الميو دي ما هي الا اكسبكتيشن الاكس، والسيجما انتوا عارفين ان هي جذر فاريانس الاكس، ودي بتبقى معطاة في المسألة دايما كرقمين. يعني انت تأكد ان السيجما والميو دي بتبقى كل عينة احنا بنشتغل عليها ليها الميو والسيجما بتاعتها، فبتبقى عارف قيمتها بكام، فمش بتفضل لك غير الاكس اللي انت هتعوض بيها. وهنا الاكس بقول لك بتتراوح ما بين سالب ما لا نهاية لغاية ما لا نهاية. حصل هنا بقى ايه؟ ان انا لما اقول لك هات لي احتمال ان الاكس تتراوح ما بين الواحد والتلاتة، تروح انت عامل ايه؟ هتعمل ايه للأسف؟ هتمسك البلوة اللي فوق دي تكاملها، تعمل لها تكامل، بس التكامل بتاعك هيبقى حدوده من كام لكام؟ لواحد لتلاتة، فمش هتعرف من الآخر، يعني مش هتعرف تكمل الدالة. أمال هتعمل إيه؟ هقول لك حالا، بس هقول لك معلومة، إن الدالة دي لما جم يرسموها لقوا الكيرف بتاعها شكله عامل كده. هذا الكيرف هو اللي بيعبر عن التوزيع الطبيعي لأي حاجة بتحصل في الدنيا. ان حضرتك بتبدا اهو في المنطقه دي مثلا بشورت صغير مش عارف تعمل حاجه، وتبتدي تكبر اعدادي وثانوي وكليه، توصل لغايه هنا، هنا الجواز، اول ما تتجوز هتبقى هنا، ده الماكسيمم بتاعك صح، وبعدين صح، او زي ما انتوا شايفين اهو هتفضل الكيرف تنزل لغايه هترجع بالشورت تاني اهو، هو هو نفس القصه بالظبط. فيبقى كده الحضارات، اي حضاره في الدنيا بتبتدي بنشأه صغيره وتفضل تزيد هذه الحضاره لغايه ما توصل للقيمه العظمى. اول ما الحضاره توصل لاقصى قيمه ليها لازم يحصل لها بعد كده ديبريشن وترجع زي الاول واكتر عشان تبتدي تعلى تاني. ده هو التوزيع. انت في النتيجه بتاعتك، لو النتيجة بتاعتك ما طلعتش كده يبقى في حاجة غلط. المفروض الناس الكتير قوي اللي في النص دول عند القلم دول اللي جايبين المقبول، دول اخركم. وبعدين حبة هنا جايبين جيد جدا وحبة امتياز، حبة هنا ضاد جيم وحبة ضاد، ده الطبيعي، ده اسمه واسمه التوزيع الايه؟ الايه؟ الطبيعي. لو ما حصلش يبقى في حاجة مش طبيعية. انتوا شطار قوي، دفعه سوبر قوي، الراجل اللي بيشرح لكم ومش عارف ايه بقى. اي حاجه بقى، انما في الاحوال الطبيعيه هذا هو التوزيع الطبيعي. دفعه رابعه مدني 450 طالب، نلاقي 200 طالب جايبين مقبول و50 جايبين جيد جدا و50 جايبين امتياز او اقل شويه، يعني
نخلي 70-30، و70-30 برضو ضاد جيم وضاد، هو ده الطبيعي. لو ما حصلش يبقى في حاجة غلط. هي الاحتمالات والرياضة بتقول كده، إن ده التوزيع الطبيعي بتاع أي حاجة. طيب هذه الدالة عشان أنا أقعد أشتغل عليها بقى وأعمل تكاملات، عملية مأساوية جدا. فابتدى المرحلة الأولى من التسهيل. المرحلة الأولى إيه؟ المرحلة الأولى إن هما جم أخدوا الجزء أو البارت اللي هو إكس ناقص ميو على سيجما، اللي هو الجزء المكعبل ده اللي في المعادلة. لو أنتوا بصيتوا في المعادلة اللي أنا كنت كاتبها لكم، الجزء اللي فوق ده كله جزء مكعبل قوي، راحوا واخدينه كله وراحوا مدينه رمز اسمه زد. قالوا هنشيله ونحط فاريبل مكانه اسمه زد. طب كويس، فأصبح شكل المعادلة أهو، بدل اف اوف اكس اف اوف زد بتساوي واحد على جذر اتنين باي اي ناقص نص زد تربيع. ده القانون الجديد. هتقول لي هنا كان مكتوب حاجة اسمها سيجما، لا ما هي راحت في الاختصارات، راحت وبقت قيمتها بواحد، فبقى ده القانون الجديد. راحوا ماسكين القانون الحلو ده وقالوا عليه هنطلق الستاندرد نورمال ديستريبيوشن، وبرضه هتبقى الزد منطقي جدا ان هي هتتراوح ما بين ناقص ما لا نهايه وما لا نهايه زي الاكس. هذا القانون الجديد التعامل معاه سهل. التعامل معاه سهل يعني ايه؟ يعني لما اقول لك احتب لي احتماليه ان الزد تكون ما بين واحد واربعه، هتروح ماسك الداله اللي فوق دي مكملها من الواحد للاربعه، هتعرف تكملها؟ برضه لا، برضه لا. فاحتاجنا لمرحلة تانية من التسهيل. ايه المرحلة التانية دي بقى؟ ان ناس قامت بالتكاملات دي بالنيابة عنك وعملت ايه؟ قالت والله لو انا عايز اجيب احتمالية مثلا الاكس اقل من، يعني خلينا اكتبها لكم عامة كده، اكس اقل من اربعة مثلا، يعني دي معناها ايه؟ معناها ان انا همسك الداله اللي اسمها اف زد اللي فوق دي المقرفه دي واعمل لها تكامل من كام لكام. وردوا عليا، هو احنا مش قلنا ان الزد من ناقص ما لا نهايه لغايه ما لا نهايه؟ يعني ماسكه خط الاعداد كله. يبقى انا لما اقول لك كامل لي لغايه الاربعه بس، عايز الاحتمالات اللي قبل الاربعه، يبقى انت هتكامل من كام لكام؟ من الناقص ما لا نهايه لغايه الاربعه. اكنك بتجمع الاحتمالات من اول الناقص ما لا نهايه لغايه النقطه 4. هو ده اللي انا كاتبه هنا اهو. ما اقول لك هات لي الاحتمال اقل من 4، يبقى كانك هتكامل من الناقص ما لا نهايه وتقف عند الاربعه. ناس حسبت النتيجه بالنيابه عنك وراحت مطلعاها وراحت جايه. قالت لو انا عايز اجيب احتمال اكس اقل من 3 طلعت نتيجه، عايز احتمال الاكس اقل من 7 طلعت نتيجه، عايز الاكس اقل من 20 وطلعت نتيجه. يعني في ناس عملت التكاملات بالنيابه عنك وطلعت نواتج وراحت حاطه كل النواتج دي في جدول، بس ده بشرط ان المطلوب اللي انت تكون طالبه يكون العلامه فيه مالها اقل من. يبقى احنا دلوقتي هنعمل اختراع، يلا بينا بقى نبتدي واوريكم في المساله ازاي الموضوع هيبقى بسيط جدا. انا مش عايز اقرا لكم مباشر عشان كده انا بحاول اكتب لكم. الاختراع اللي هنخترعه ايه؟ لو انا طلبت منك probability زد اقل من اي رقم هتجيبها منين؟ من الجدول. فين هو الجدول ده؟ موجود في الكتاب، بس في ناس معاها كتاب ومن ناس معهاش. فانا هقول لك ايه النتيجه اللي طلعت، تعالى نسميها فاي اي. الفاي اي دي بتيجي ازاي؟ انا هديها لك في المساله جاهزه. هي المفروض بتيجي من الجدول، وكان المفروض اعلمك ازاي، بس انا بقى هديها لك جاهز. يعني مثلا لما اقول لك بروبابيلتي الزد اقل من 3، يبقى انت تقول لي معناها ايه؟ فاي 3. طب فاي 3 دي بكام؟ هتلاقيني جنب المساله كاتب لك فاي 3 بتساوي 0.6211، تروح انت نايلها. طالما بقى معناش كتاب ومعناش جداول وبتاع، لو انت عايز تبحث مع نفسك ممكن تدور على حاجه اسمها الستاندرد نورمال ديستريبيوشن، هيطلع لك جداول على الانترنت بالهبل توريك ازاي بتطلع قيمه الفاي 3 دي بسهوله جدا. بيبقى عمود كده فيه الزد وقيمه الاحتمال قدامها. يبقى انا اول ما اقول لك بروبابيلتي زد اقل من برعي، مش هتعمل تكامل بقى، خلاص التكامل محسوب. تروح انت قايل لي ده بيساوي فاي برعي. طب فاي برعي ده بكام؟ يا تجيبه من الجدول يا هتلاقيهم مديهولك في المساله.
انت هتلاقيني مديهولك في المسألة. يبقى أي احتمال زد أقل من ما بقتش محتاج أعمل تكامل، خلاص على طول أجيبها جاهزة. طب بقى لو العلامة أكبر أعمل إيه؟ فإحنا عارفين إن مجموع الاحتمالات بواحد، فأكيد العلامة أكبر من معناها واحد ناقص الاحتمال اللي أقل. احتمال الزد أكبر من إيه وأقل من إيه بواحد. وهتقول لي هنا في ساوي وهنا في ساوي، مالكش دعوة أنت بالكلام ده، اكتب أي حاجة مش تفرق، يعني مش بتفرق يساوي دي، لان النقطه الاحتمال عند نقطه بعينها بصفر، فمش بتفرق. فلما تلاقي انت العلامه اقل من، تروح انت ايه اللي ايه واحد ناقص وتخليها اقل من، عشان تيجي على دي تقول لي دي مين فاي ايه زي ما انا هوريك دلوقتي. حلو كده. طيب انت اكيد فاهم ان انا لما اقول لك بروبابيلتي زد اقل من ايه، انت عارف ان الزد بتتراوح ما بين ناقص ما لا نهايه وما لا نهايه، صح؟ لما انا اقول لك عايز احتمال الزد اقل من ايه، يبقى انت كملت الاحتمالات من اول السالب ما لا نهايه لغايه النقطه اللي انت عايزها، جبت كل الاحتمالات دي. ايه رايكم بقى لو طلبت منكم الزد ما بين A و B، احتماليه ان الزد محصوره ما بين رقمين اسمهم A و B، هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ هتقول لي دي معناها فاي بي ناقص فاي اي، ودي تحفظها. يعني اقول لك هات لي احتماليه الزد ما بين الواحد والثلاثه، تروح انت قايل لي قيمه الفاي عند الثلاثه ناقص فاي واحد، دي ناقص دي. طب فاي ثلاثه دي هتجيبها منين؟ انا هديها لك في المساله جنب المساله هتلاقيها مكتوبه، والفاي واحد شرحها. انت بس تعرف ان لما الزد عايز احتمال الزد ما بين رقمين يبقى فاي ثلاثه ناقص فاي واحد. يبقى انتوا كده حفظتوا معايا خلاص المفروض، وعرفتوا المعنى، انا ابتديت معاكم المعنى ايه، وبعدين حفظنا القوانين هنستخدمها ازاي. تيجي تبصوا بقى في اي مساله تلاقوه كلام فارغ. ليه؟ لان اهو انا هقول لك if the height of tall to meet buildings او students، يعني الاطوال بتاعه 300 طالب، يبقى انا عرفت ان الان بتاعتي اللي انا شغال عليها ب 300، اي معلومه هتطلع لي هكتبها. وبيقول لي are normally distributed، يعني انا عرفت ان هي بتكلم على النورمال ديستريبيوشن، يبقى لازم المساله تقول لي ويز مين 172. ارجع بقى معاكم معلش، مين هو المين ده حضرتك؟ انا لسه قايل لك من شويه وكنت نسيت، المين ده اللي هو الاي اكس، اللي هو مين في القانون بتاعنا، يعني الميو بكام؟ ب 172. هو مديهولي جاهز في المساله اهو، بيقول لي متوسط الاطوال 172، يبقى انت تفهم على طول ان المتوسط ده اللي هو الميو، والستاندرد ديفيجن ب 8، الستاندرد ديفيجن ده اللي هو السيجما بكام؟ ب 8. يبقى انا كده على جنب اقول لك معلومه، ان كلمه مين لما يقولها لك في المساله دي معناها الميو، واول ما يقول لك كلمه ستاندرد ديفيجن تفهم انت على طول ان دي ما هي الا السيجما، ده اوتوماتيك تترجمها كده. فانت بقى معاك الميو ب 172 ومعاك السيجما اللي هي ب 8. ما المطلوب؟ بيقول لي how many students have height less than or equal 160، كم طالب عندهم اطوال هتكون اقل من 160. بمعنى اخر هو عايز البي probability ان الاكس يكون اقل من 160. هطلعها ازاي؟ في ثواني هتعملوا حركه، لو فهمتوها يبقى انا كده خلصت النهارده. هل الجداول اللي انا بقول لكم هديها لكم بتخص الاكس؟ لا، دي الاكس دي هي المطلوبه منك في المساله، انما الجداول اللي انا بقول لكم عليها دي تخص الزد. طب هل كان في علاقه بتربط ما بين الاكس والزد؟ راجعوا كده الكلام اللي انا قلته في الاول، رجعوا الشريط هتلاقوني كنت قلت ان اكس ناقص ميو على سيجما بتساوي زد، لو انتوا فاكرين ده كان القانون اللي انا قلته. يبقى لازم عشان اوصل الاكس لزد واقدر اشتغل بالجداول على طول، لازم الاكس اطرح منها ميو واقسمها على سيجما. يبقى انا لازم في المطلوب ده اروح قايل لحضرتك اكس ناقص ميو على سيجما، كده هحولها لزد. الناحية التانية ال 160 كمان اطرح منها ميو واقسمها على سيجما، يبقى انا كده ما غيرتش في حاجة. طيب هنا هتبقى probability دي كده اللي هي مين؟ اللي هي الزد، صح. أقل من كام؟ نيجي هنا،
هل ده ينفع اطلعه برقم؟ طبعا، لان انا عارف ان الميو ب 172 مكتوبه قدامكم فوق، وعارف ان السيجما ب 8، فيبقى 160 ناقص 172 على 8، اللي هي 3 على 2، يعني سالب 3 على 2. طب زد ده اقل من الرقم ده بتعني ايه؟ بتعني فاي الرقم. طب فاي الرقم ده اجيبه منين؟ هتلاقيني كاتبه لك جنب المساله، بقى كاتب لك فاي سالب 3 على 2 بتساوي كذا، او لو انت راجل بتفهم في جداول بتجيب الكلام ده بكام. بس عايز اقول لك معلومه بقى على جنب، الجداول ما فيهاش غير ارقام موجبه بس، يعني الجدول هتلاقي فيه فاي 3 على 2 بتساوي كذا مثلا يعني. طب السالبه اجيبها ازاي؟ في قانون تاني بيقول فاي سالب ايه بيساوي 1 ناقص فاي ايه. يعني اي رقم سالب يظهر لك ممكن تقول لي 1 ناقص فاي الموجبه بتاعته، لان الكيرف بتاع النورمال سيمتريك، جزء اليمين زي الشمال، الارقام الموجبه زي السالبه. فانا لما اقول لك فاي سالب 3 يبقى معناها 1 ناقص فاي 3، يعني في المساله دي فاي سالب 3 على 2 معناها 1 ناقص فاي 3 على 2، 1 فاي 3 على 2 دي هتلاقيني مديها لك في المساله جنب المساله، تروح انت معوض بيها خلاص متشكرين. يعني انا حتى في هنا وانا بحل لك اهو، ادي في الحل طلعت لك نتيجه، ادي النتيجه، النتيجه النهائيه اللي طلع ده مش عدد الطلبه اللي طولهم اقل من 160، ده اللي طلع ده احتماليه ان الطالب يكون طوله اقل من 160. عشان اجيب عدد الطلبه لازم الرقم اللي انا جبته ده اضربه في عدد الطلبه الكلي اللي هو 300، فيطلع لي 20 طالب تقريبا. اقول كمان طالب مني في المساله اهو، احتماليه ان الطلبه او عدد الطلبه اللي طولهم ما بين 164 و180. يبقى انا هروح جاي كده اهو كاتب، هو المطلوب probability الاكس ما بين 164 و180، هو ده المطلوب. طب اعمل ايه؟ نفس الكلام احولها لزد، يبقى هكتب 164 ناقص ميو على سيجما، اكس ناقص ميو على سيجما، 180 ناقص ميو على سيجما. كده انا استفدت ايه؟ استفدت ان دي اقدر اشيلها واحط مكانها زد اللي موجود في الجداول، وعوض عن الميو ب 172 وعن السيجما ب 8، فيطلع هنا سالب 1 ويطلع هنا 1. لسه قايل لكم من شويه بروبابيلتي الزد محصوره ما بين رقمين معناها ايه؟ معناها فاي الرقم الكبير ناقص فاي الرقم الصغير، يعني فاي الواحد ناقص فاي سالب 1. فاي 1 فين؟ بكام؟ هتلاقيني مديها لك. طب فاي سالب 1 هديها لك؟ لا، لان انت تقدر تقول لي 1 ناقص فاي 1، وفاي 1 انا لسه مديها لك، فهتطلع النتيجة 0.6339 مثلا. ده اداني ايه؟ ده اداني احتمال ان الطلبة يكون طولهم ما بين 164 180. عدد الطلبة بقى امسك الرقم ده اضربه في عدد الطلبة كلي، اضربه في 300، يطلع لي عدد الطلبة اللي طولهم ما بين كذا وكذا. تخيلوا، تخيلوا ان انا ادخل عليك واقول لكم متوسط الاطوال في الدفعة كذا، والستاندرد ديفيجن كذا، من المعلومتين الهبل دول. تخيلوا انا طلعت معلومات قد ايه. يعني تعالوا مثلا نألف مسألة مع بعض وتحاولوا تحلوها. ان رابعة مدني ذا ماركس، انا بقول المسألة واكتبوها معايا، انا بألفها دلوقتي معاكم. ذا ماركس ان statistics exam are normally distributed with mean 86 and standard deviation 7. يعني انا اديتك معلومتين بس، قلت لك رابعة مدني متوسط الدرجات كان 86 والستاندرد ديفيجن الانحراف كان 7. تخيلوا من المعلومتين الهبل دول انا ممكن اطلب منكم ايه دلوقتي؟ اقول لك how many students have marks more than 120، هات لي كم طالب جاب اكتر من 120. How many students have marks less than 60؟ هات لي كم طالب جاب اقل من 60. تخيلوا، تخيلوا How many students have marks between 60 and 90؟
تخيلوا، من المعلومات الهبلة دي، من المعلومتين الهبل، أقدر أطلع كم كبير جدا من البيانات بس أكون فاهم يعني إيه نورمال ديستريبيوشن وغيره. محاضرة تقيلة أنا عارف، حاولوا تذاكروها. عايزين أي تفاصيل أطلع معاكم لايف في محاضرة تانية هنزلها هذا الأسبوع، سهلة جدا جدا جدا، أسهل بكتير بقى من الكلام ده، وبرضو عليها جزء كويس. ويبقى كده خلصنا. الأسبوع الجاي ممكن أعمل لكم ريفيجن على الجزء الأولاني إن شاء الله. ربنا يقويكم على الابتلاء اللي انتوا فيه. انا حاسس بيكم وان انتوا مش عارفين نذاكر ولا ما نذاكرش ولا نعمل ايه بالظبط. احنا دلوقتي عرفنا ان في اي لحظه هيقولوا لنا تعالوا نمتحن، ده القرار. فيبقى احنا نحاول اليومين دول بدون ضغط نفسي ان احنا نذاكر واحده واحده. وانا معاكم في اي حاجه تؤمروا بيها.